بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بخمس آيات قبل النوم تنجو من المصائب وتستيقظ على فرج ورزق واسع. خمس آيات قبل النوم من القرآن فضلها كبير ويغفل عنها الناس، فيما أنها تزيل الهم والغم. وهذه الآيات القرآنية الخمس هي: بسم الله الرحمن الرحيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، آمين يا رب العالمين.